طيب يا اخوان، طالما قلنا مدي هون وصرنا متعارفين على بعض مليح وفي بيناتنا خبز وملح من وراء اغنية البصلة، حابب اني اغني لكم اغنية زجلية مع الاعتراف انه انا مش هالمغني العربي الاصيل. غني فرح اخبركم قصة، رح اخبركم قصة من صميم واقع الحياة، قصة شاب اخترب وكد وكدح بالغربة وعاد الى وطنه فخور معتز. بس يابا من محبي الزجل بالجمهور بدي اياكم تعطوني شيء اوف بين الجمله والثاني، ما حكينا شيء بقى، بقول بين الجمله والثاني. بذكر لما تركت لبنان وبجيبتي 11 ليره وفرنجان وبشنتي بنطلون وكم شنتين ونزحت الى بلاد الامريكان. الرحله بالطياره اخذت شي نهار، خضخضوا فينا يا محلى الاوتوكار، وبالاخر تغطينا بهونيك مطار ولك بالزور تهتديت لصالة الانتظار. لقاني ابن خالتي ابو عمير وسالني كيف العيله، جاوبته بخير، قلت له وين بدي لاقي شغل انت الخبير، اللي بكاليفورنيا ما بيقولوا وين بيقولوا وير. تاني يوم نزلت الى مكتب التوظيف المسؤولي استفسرت عن ماضيي بالتثقيف، امتى فلشت لها شهاده الادب وقلت لها كيف، ضحكت علي وقالت اسم الله دمك خفيف. رجعت لقيت حالي داير على الطريق والصوت من جوا قال لي شو رح تعمل هلا يا بريء، قمت اقسمت اني الحق رزقتي وبكف تقريق، ومن هداك اليوم يعني صرت شوفير تاكسي. جد معي اولز موبيل 4 ابواب من ديل 82، 4 ابواب 8 سلندر، مكيفة راديو اي ام اف ام، ازاز على الكهرباء، فرش جلد، تابلو مخمل، درابزين على السطح للشنط، معلق صورة وحدة من هول البنات اللي بيغمزوا على الجورة، عرفتوا هون؟ فمبدئيا يومية بقوم من على بكرة بكي، ايوه، بطلع البرقانات وبعمل منهم عصير، شي ربع ساعة حركات رياضية وتجسير وبقوم على شغلي وبدع ما في اطلع صفير. بنزل بصف السيارة قدام الاوتيل وبفوت لسلم على مستر جاكسون العتال، هيدا زلمة ادمي وانسان محترم وابن حلال، بناوله دولارين بيخلق لي زبون مثل الغزال. كأي شوفير بحب استفتح بالسياح، موسمون بيجي دغري بعد موسم التفاح، وبالمدينة سائق التاكسي مثل الفلاح قبل ما يكد 12 ساعة ما بيرتاح. كل نص ساعة بشيك عم حطة التراموي، عم بتخف هالأوفلو. كل نص ساعة بشيك عم حطة التراموي، يمكن يوصل لي زبون شي واصل من هواي أو ألماني أو ياباني أو من شانغهاي، والشوفير الطيب بيعرف من كل لغة شوي. رجل الأعمال بحط له الراديو على الأخبار وبقلب كلاسيك إذا طلع معي زلمي ختيار، مش محط الديسكو على عالي للبنات الصغار، وبصف لحالي بطفي وبنضم أشعار. يا منير يا بتلاقيني علقان بشي عجقة سير، يما فاير مع الانت فريز من الرادياتير، يما عم كرفت وايدي بالكلب لتير، يما السياره كلها صار بالضخرات تموتير. عالصبح جريدي وفنجان قهوه وسيجاره، ظهريات سندويش دجاج وتنكت بيبسي، عم بقول عالصبح جريدي وفنجان قهوه وسيجاره، ظهريات سندويش دجاج وتنكت بيبسي، لاني طبيب ولاني جراح ولا رائد فضاء ولا عالم بالذرة، أنا معلم منير شوفير تاكسي. معلم منير شوفير تاكسي، أيوة معلم منير. طيب